عشان نفهم اكتر وتبقى صوره واضحه، هيكون معانا مداخله هاتفيه دلوقتي من الاستاذ الدكتور محمد سعد حامد، استاذ الغدد الصماء والسكر بطب عين شمس. دكتور، حضرتك سمعت طبعا عن الحقنه بتاعه السكر اللي الناس دلوقتي بتستخدمها للتخسيس. الحقيقه انا مشتاق جدا لما يحدث في بلدنا الكريمه من عدم انضباط صحي، ان يتم تسويق ادويه للعامه وللغير متخصصين، لان حضرتك اي دواء، وهذه الدواء بالذات اللي حضرتك في صدد الحديث عنه، لها اثار قد تكون مميته في بعض الاحيان. بالظبط. هي صحيح ليست شائعه، ولكنها ممكن تؤدي الى التهاب في البنكرياس، والتهاب البنكرياس ده لو حصل حضرتك 90% من الناس بيموتوا، ولو حصل ايضا هي بتزود خلايا البنكرياس، فالخلايا دي ممكن تتحول الى خلايا سرطانيه. مظبوط. هي صحيح مش بتبدا السرطان، ولكن لو كان هناك بدايات طفيفه جدا يعني لاحتماليه او لان هذه الخلايا قابله للتحول السرطاني، فانها هتعجل بها بتبقى الاف المرات، هتسرعها انه يحصل. ده هيكون 100% هيحصل، يعني لو هناك احتماليه 1 في الـ1000 هتكون هناك 100% تتحول الى 100%. انا معاك ان ممكن تكون نادره الحدوث او قليله الحدوث، لكن انا عندي حاله واحده في مثلا ما بين ملايين الحالات ان انا اؤدي بحياتها، يبقى هذه الخطوره. صح. والخطوره تكمن ان العلاج دلوقتي يعني بيسوق له من خلال سوري للعامه، يعني يروح يشتري دواء بنفسه. انا مش متخيل ان ده يحصل في اي مكان في العالم. واخد بال حضرتك؟ وسابوا اصل الدواء اللي هو علاج سكر في الاساس، وخلوه دلوقتي سمنه. انا معاك ان ممكن يكون له فوائد، ولو كانت هذه الفوائد فالفوائد دي ليست فوائد يعني مارفلس او يعني خطيره او كبيره جدا، ابدا، ده محدوده. يعني ينزل الوزن مثلا بنسبه 7-8-10% اقصى حاجه، ده واحد. اثنين، بعد 3-4 شهور الحقنه ما تجيبش نتيجه، لو جابت نتيجه 6 شهور يبقى كويس قوي، بعد كده الجسم بيتكيف عليها. ثلاثه، قلنا موضوع السرطان وموضوع التهابات البنكرياس المميته المميته والخطيره. اربعه، ان ممكن تعمل طبعا عسر هضم واحساس بالانتفاخ والام على المعده فوق سعرها الرهيب. يعني انا 6 شهور دول ممكن يكلفوا حضرتك حوالي 7-8 آلاف جنيه او اكثر. وبعدين الجرعه اللي بتستعمل للتخسيس حضرتك 3-5 أضعاف جرعه السكر. دي جرعه ثانيه كمان. اوكي. لا، مضاعفه يا فندم. يعني استاذ ريهام، لو الجرعه دي حضرتك احنا بندي للمريض السكر 1، هندي مريض التخسيس 5، عشان تتخيلي. فلو طبعا كان مريض السكر يستطيع ان يتعامل او يتحمل هذه الجرعات القليله، يبقى جرعات السمن هتكون بالنسبه له يعني متعبه جدا، ولا يستطيع ان يتعامل معها في الحياه العاديه، اما ياكل يحس بغثيان مثلا. يعني ايه الميزه في دي؟ ثم بقى هناك بدائل طلعت حضرتك، برضه بعضها ادويه سكر وبعضها غير ادويه سكر، واكثر امانا من هذه الحقن، يعني انا بدل ما امشي على عرض في دواء طلع بالفم، برضه علاج سكر وبيخسس وخلال 3-4 شهور وربع السعر تقريبا او 20% من السعر. واخد بال حضرتك؟ وممكن السيطره عليه هذا الدواء واثاره الجانبيه قد تكون منعدمه، وقد يكون له فوائد اخرى على القلب وعلى الكلى، ويخفض السكر، وبقول لحضرتك يعني ربع السعر او خمسه وبالفم. هناك برضو دواء قديم قوي من حوالي 70-50 سنة حضرتك تمره 7-8 جنيه، لو انا اخدته تقريبا يجيب نفس النتيجه، وبرضو يظبط السكر ويقلل الوزن ويسد النفس ويقلل الامتصاص. يعني لما بنستعمله احنا في مرضى السكر، هذه الحقنه اللي حضرتك بتتكلمي عليها او الحقن اللي هم بيقولوها غلط انها انسولين، ده كلام مش انسولين خالص، هو نوع ثاني خالص بيشتغل على البنكرياس مباشره. ولذلك هنا لو البنكرياس فيه التهاب، الالتهاب هيزيد طبعا، في احتماليه، وزي ما قلت قبل كده احتماليه السرطان وارده، مش وارده، ولا سيما وعلى فكره من اصعب السرطانات الموجوده، ربنا يعافي جميع الناس، سرطان البنكرياس. من اصعب الالتهابات اللي موجوده هو التهاب البنكرياس الحاد، اللي بيقوم منه مش اكتر، يعني اللي بيقوم من هذا السرطان لا قدر الله يخف منه 1 في الـ10. فتخيلي، لانه بيكون البنكرياس مكانه موجود في ظهر البطن من فوق ومتشعب في كل حته. فحضرتك هنا ما يجبش ان احنا نغامر بهذا الاسلوب. طبعا. بشكر الاستاذ الدكتور محمد سعد حامد، استاذ الغدد الصماء والسكر بطب عين شمس.